الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور برحب بحضرتك بداية. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، يمكن العلاقات المصريه الاوروبيه علاقات متميزه جدا منذ زمن طويل، وبالطبع هي علاقات متبادله ومصالح مشتركه ما بين الطرف المصري والطرف الاوروبي في هذه المعادله. تقييم حضرتك بشكل عام كده الوضع الاقتصادي وبالطبع التبادل التجاري ما بين مصر والاتحاد الاوروبي بشكل عام؟ بالتأكيد طبعا في البداية هناك علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية قوية بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا، وفكرة توطيد العلاقات خلال الفترة الأخيرة هو ده اللي بقى ليه مردود إيجابي كبير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة الدولة المصرية الفترة الأخيرة لديها العديد من المقومات والموارد الاقتصادية بشكل كبير جدا، كمان البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بتساهم بشكل كبير جدا في جذب مزيد من الاستثمارات خاصة بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي. أنا بشوف تلك الاستثمارات اللي هتتم في مصر خلال الفترة المقبلة شهادة ثقة كبيرة جدا في أداء الاقتصاد المصري وفي دعم التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا، وبالتالي سيكون هناك تأثيرات لتلك الاستثمارات الأوروبية في مصر في عملية تعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير، خاصة أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كان لديها اهتمام كبير جدا في عملية تحسين البنية التحتية بشكل كبير جدا، كمان فكرة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في منطقة الشرق الأوسط من خلال توسيع الاستثمارات سواء على المستوى العربي او المستوى الاوروبي، وده طبعا بيكون له انعكاسات كبيره جدا في دعم التنميه الاقتصاديه وتوفير مزيد من فرص العمل على المستوى الداخلي. طيب دكتور سيد، يمكن الموضوع المهم جدا في هذه الفترة تحديدا الحديث عن فكرة الهجرة الغير شرعية ودعم مصر لهذا الملف وبقوة، والاتحاد الأوروبي يثق في مصر تمام الثقة لإيقاف كافة المراكب الخاصة بالهجرة الغير شرعية، وهذا ملف مهم للتعاون ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في هذه النقطة تحديدا. بالتأكيد طبعا ملف الهجرة غير شرعية ده ملف مهم جدا، خصوصا بيؤثر طبعا على حياة الأشخاص لأنه بتتم بطريقة صعبة جدا أو عن طريق البحار وبشكل غير رسمي لدخول الاتحاد الأوروبي، كمان بيضيف أعباء كبيرة جدا على الاتحاد الأوروبي في عملية البطالة بشكل كبير جدا. أعتقد الدولة المصرية قادرة على إنهاء ملف الهجرة غير الشرعية بشكل كبير خلال الفترة القادمة من خلال الرقابة الشديدة جدا على المواني وعلى السواحل بشكل كبير، حتى لا يكون هناك تحريم على المستوى الداخلي لتلك العمالة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي أنا بشوف أنها بتخسر الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا في تعزيز فرص النمو وتوفير فرص عمل بشكل كبير جدا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا لهذه المتابعة الوافية من حضرتك دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، وبالطبع